لي اول شيء مبروك طلعت اكس فاكتور اوف ذا جيم، كيف رايك خصوصا انه انت اليوم بعد ماتشين عم بلش اساسي فت على اوف ذا بنش وساعدت الفريق على الفوز؟ ليك اول شيء مثل ما بيقولوا صار نحن دهرنا للحيط، يعني فريق الحكمه منه فريق معمول ليجرب يفوت على الدومي فينال، يعني الفريق انبنى لنوصل على الفينال وان شاء الله ليلا نربح. كل المشاكل اللي صارت خلتنا انه نكون بمطرح تكنيكلي دامجت كثير، بقى اللي عم جرب نعمله نحن كلاعيبه انه نقطع هالسري لانه عارفين السري الجاي رح يكون في تغييرات تكنيكال تساعدنا، بس بدنا نقطع هالسري كلنا قلب واحد نلعب ديفنس، عارفين انه عندنا مشكله البالانس على الاوفنس لانه الاجانب انه عم بيجي قبل بجيم ما بيعرف ولا سيستم تبعنا ولا شيء، عم جرب كلنا نقاتل مش هممنا مين بيحط سكور، بس بنلعب كلنا ديفنس لنقدر بس نربح كرمالنا وكرمال هالجمهور. يعني وفريق الحكمه يعني ما بتصور انا فيها تكون في فاينل فور او فينال بلا فريق الحكمه. واهم شيء عوده الاستفهام مستويات طبيعي، شو بدك تخبرنا على الموضوع؟ ليك بصراحه انا صار لي عن جد شي شهر ونص حاس حالي كثير منيح، عم بتمرن كثير. هلا ما بقى عم فكر بالاستفهام، عم فكر بالحكمه. مين ما يفوت عم نحكي كلنا انه ما نفوت نعطي من كل قلبنا، وهذا اللي عم نعمله. يعني ايام انا بحط ايام رسم بحط، واليوم بدي هنيه يعني عن جد لعب كثير منيح وحط 2 فري ثرو بوقت كثير مهم. اللي عم نقوله جو غطاس كمان اليوم صار له كل السيزون ما بيلعب كثير، فات باليوم بجيم مهم كمان لعب، كل لعيبه كيكو دانيال اللي بدي اقول لك اياه انه هايك كلنا عم نكون قلب واحد لا نعم هدف واحد، يعني لنوصل هلا اول ستيب فاينل فور نرجع نشد جد البراغي مزبوط ونقلع ان شاء الله على الفينال. وسؤال اخير، عم ترجع تعمل تمارين رقص او لا؟ رقص هلا موقف تركها لروني فهد.